كله بعد الهوا. شفت حوار المهندس هاني زاده رئيس منطقه الجيزه الاسبق ازاي؟ شفته كارثي. كارثي. طبعا. يعني شفته على طريقه فيلم الكتكات بلا مجامله يعني. نسي الميكروفون مفتوح؟ ده نسي الميكروفون. كان اسمه الشيخ ايه؟ الشيخ حسني. الشيخ حسني. شفته على طريقه فيلم الكتكات. محمود عبد العزيز. طبعا يعني. عبقري. لا ده على فعلا على طريقه فيلم الكتكات، يعني هو بالنسبه لي ده حلقة بتؤكد سلسلة تاريخية لحاجات وأمور كتير جدا من فكرة خدمة المسؤول اللي في موقع مسؤولية مفترض أن هي بتخدم كل الأندية، ويصرح أنه هو كان بيمنع شطب لاعبين، بيتدخل في تقارير الحكام. وأنا هنا بالنسبة لي يا كابتن شوبير، لا لازم نلقي الضوء على نسق تاريخي ابتداء من حيدر باشا اللي كان يعني حتى تأجل بداية أول موسم للدوري نتيجة عدم تأهل الزمالك لأول بطولة، نتيجة أن بعض المباريات كانت أو بعض اللاعبين بيتم الاستحواذ عليهم. كابتن محمد لطيف، كابتن حلمي زمورة في مباراة الترام، أكيد إحنا فاكرين الواقعة وتدخله مع الحكم في داخل المباراة لمحاولة تغيير قراره. بنتكلم في كابتن محمد لطيف موسم 82 اللي هم بيقولوا دوري حسن شحاتة، لجنة الأندية ولجنة الحكام الاتنين خرجوا ببيان ضد كابتن محمد لطيف بيقول ان هو بيوجه المسابقة لمصلحة نادي بعينه. حضرتك متخيل ده تاريخيا؟ ثم بنيجي الأستاذ عمرو الجنايني وهو موجود في اتحاد الكورة، يتقال ان هو سجل لاعبين ويقول انا كنت بكلم أمير مرتضى ان هو يضغط بشكل او بآخر. ثم بعد كده كابتن أيمن يونس يقول انا بشكره ان هو أيد لي اللاعبين رغم وجود مديونية بالمخالفة للوائح. ثم بعد كده يفسر السياق التاريخي ده كله تصريح من المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك وقتها عمرو الدديدي، وهو بيقول احنا بندعي المظلومية عشان ناخد اكتر من حقوقنا. واعتقد السياق التاريخي ده كله هاني زادة حلقة فيه، مش هو أول حلقة ولا آخر حلقة، ده مجرد نسق محتاج نشوفه تاريخيا. وبنطلب حاجة واحدة بس، المسؤول حينما يتواجد في اتحاد لازم يشتغل لكل الأندية، ما بيشتغلش لصالح نادي بعينه، لأن ده شيء بنوصل صورة قبيحة عن الرياضة المصرية. والأصعب كمان المجاهرة والتفاخر بان انا كنت بخدم نادي الزمالك. ويمكن مش هو بس اللي قال كده، ده برضه هو عمرو الجنايني بيقولها، كان بيؤكد ان هو بيخدم نادي الزمالك. وانا ما اعرفش ازاي مسؤول رياضي يتربى على فكره ان هو يقول ان انا سعيد ان وانا في منصب يخص كل الانديه كنت بخدم نادي بعينه، انا ده ما شفتوش. ثم بنيجي نتكلم عن مصطفى مراد فهمي، يعني الوضع صعب. انا عايز بس اقول لك حاجه الحقيقه، لان انا عشت شويه من الايام دي، انه الرئيس اللي كان قبل المهندس هاني زاده كان استاذ عمرو السعيد اللي هو مسك رئيس نادي الصيد قبل كده، بشخصيات المحترمه جدا يعني. وعمل انت عارف انه منطقه الجيزه مسؤوله عن نادي الزمالك، يعني القيد بتاع نادي الزمالك بقى في منطقه الجيزه، فبياخدوا 3% ومعاهم الترسانه منطقه القاهره النادي الاهلي، النادي الاهلي بايد فيها فبيدفعوا الرسوم اللي هي 3% وكذا. فهم منطقتين غنيتين سواء الجيزه او القاهره. فعمر السعيد لما كان ماسك رئيس منطقه الجيزه ومشي عشان بقى يروح نادي الصيد و فكان سايب وديعه ما بين 5.5 مليون الى 7 مليون عشان الذاكره لا تخن يعني. العصر بقى اللي بعديه كانت مديونه باكثر من 3 مليون. انت حضرتك النهارده بتدي قنابل ما شاء الله، بقول معلومات اللي عايز يشكك فيها يقول من 5 و6 مليون لمديونيات. لمديونيات يعني رهيبه جدا جدا يعني. ما يمكن 3% من نادي الزمالك ما كانتش بتدفع. لا 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 لا، مديونيات لا، ده موضوع، وكان موضوع كبير. معادي 3%. كان موضوع كبير في اتحاد الكره. انا قصدي ان انت بيدخل لك دخل وعندك فلوس، والانديه الصغيره دي بتسجل بتدفع فلوس وقصه يعني. طيب خليني قبل ما اشكركم، لا انا عايز اتكلم في موضوع هاني زاده ده تاني. هو فارس قال انا انا مندهش ان فارس قال ان هو مندهش من التصريح بعد السرد اللي سرده ده كله. لا انا شايف ان ده اللوجيك، ده مندهش طبيعي في المجاهره بيه، مش في ان هو يعمل. برضه ده الطبيعي، ده الطبيعي. للاسف يا كابتن هي الفكره كلها ان كل، انا قلتها من سنين، ان اي مسؤول في نادي الزمالك بيخدم نادي الزمالك من موقع مسؤوليته. ده حقيقي. لو مدرب هيخدم نادي الزمالك مدرب، لو مدير كوره هيخدم مدير كوره، لو في الجهاز الفني للمنتخب هنلاقي لعيبه بتطلع من المعسكرات عشان توقع لنادي الزمالك، هنلاقي يعني الامور دي طول الوقت طول الوقت. وللاسف الاعلام بيقلق ان هو يتناول القضايا دي على اساس ان القضيه دي صعبه، بس الحقيقه كابتن يعني الاستاذ هاني المهندس هاني زاده يعني قدم سنه ونص برضه من تاريخه في خدمه نادي الزمالك خارج مصر، يعني برضه الاسباب كانت وقت كان مقيم في سويسرا.
سنة ونص وبعدين تقريبا. شوية في لبنان. لما كان يعني في فارق عملة وقصير.